فبعدما تداول نشطائه على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة دنيا باطمة بفستان العروس أبيضه متسائلين إن كانت تزوجت من جديد. وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور بعبارات تبريك مبروك زواج، خاصة بعدما انتشرت أنباءه عن احتفال المطربة دنيا باطمة بخطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني، قيل أنه طبيب أسنان في أشهر فنادق بمدينة الدار البيضاء. كما قيل بأن الخطوبة تمت بشكل سري ولم يحضر إلا عدد قليل من الأصدقاء والمقربين، في حين لم يتم النفي أو تأكيد تلك الأخبار، فيما أكد آخرون أن الصور تعد أن تكون صور عروض أزياء زفاف لإحدى المصممات المشهورات، حيث أشعلت الفنانة دنيا باطمة منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان زفاف في صورة شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وأكدت دنيا باطمة أن الصور تعد لجلسة تصوير قامت بها دنيا باطمة لصالح إحدى الزيانات بمدينة طنجة خاصة بفساتين زفاف، هذا الأخير جعلها حديث المواقع. وقد استغرب نشطاء من التوقيت الذي اختارته دنيا باطمة لمشاركة هذه الصور، خاصة أنه جاء بالتزامن مع انتشار خبر زواج محمد الترك، وذلك بعدما شارك الترك فيديوهات عبر تطبيق سناب شات يظهر قيامه باحتفالية بمنزله، دعا من خلالها عددا من أصدقائه وأفرادا من عائلته والذين حرصوا على تهنئته دون الكشف عن المناسبة. وعلى ما يبدو أن دنيا باطمة تتعامل مع أزمتها الشخصية بشكل يثير الجدل، وتحاول أن تتخطى هذه الأزمة بمواصلة حياتها بشكل طبيعي وإقامة الحفلات الغنائية والخضوع لجلسة تصوير، وذلك على عكس النجمات اللواتي يدخلن في أزمة كآبة بعد الانفصال.